استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق مأهولة بالسكان في جنوب ووسط وشمال قطاع غزة. قصفت قوات الاحتلال منازل مأهولة بالسكان في غرب مدينة رفح بجنوب القطاع وجنوب خان يونس، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد، كما قصف الاحتلال عمارة سكنية كانت تأوي عددا كبيرا من النازحين في جباليا ومنازل مخيم نصيرات في وسط القطاع. وبحسب أحدث إحصاء لمكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 17,700 شهيد وإصابة قرابة 49,000 معظمهم من الأطفال والنساء. إذن مشاهدينا الكرام، تتابعون الآن لقطات حية من القصف الحالي على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.